العرب اليوم إلى التلفزيون العربي من لندن وفيه. بعد أنباء عن توافق سياسي بشأن تعيين وزير المالية الأسبق محمد الصفدي رئيسا للحكومة، جبران باسيل يعده الشخصية الأنسب، والصفدي يؤكد في اتصال مع العرب استعداده بشرط أن تكون حكومة غير سياسية. وفي العراق مقتل 3 محتجين في بغداد بعد إطلاق قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. والسيستاني يطالب بقانون انتخابي جديد يمنح الناخبين فرصة اختيار وجوه جديدة. الفصائل الفلسطينية تؤكد التزامها بالهدنة في قطاع غزة وسط مخاوف من تجدد التصعيد. حركة النهضة التونسية ترشح كاتب الدولة الأسبق لوزارة الفلاحة لحبيب الجملي لمنصب رئاسة الحكومة. أهلا بكم. البداية من لبنان، حيث برز اسم الوزير والنائب السابق محمد الصفدي مرشحا توافقت عليه الأحزاب السياسية الرئيسة لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة. قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل أن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية. الصفدي وفي مكالمة هاتفية مع العربي أشار إلى أنه لم يتم التواصل معه بهذا الشأن، لكنه أبدى استعداده لترأس الحكومة بشرط أن تكون غير سياسية. وقالت مصادر سياسية إن التوافق على الصفدي ظهر في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وممثلين عن حزب الله وحركة أمل. التسريبات بشأن احتمال تكليف الصفدي برئاسة الحكومة قوبلت بالغضب والسخرية لدى المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، متهمين هذه الطبقة بالفساد والعجز عن حل الأزمات المعيشية. محمد الصفدي اسم برز خلال الساعات الماضية مرشحا توافقيا بين تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل لرئاسة الحكومة اللبنانية وسط احتجاجات شعبية رافضة لهذا الطرح. يشتهر الصفدي السبعيني ابن مدينة طرابلس بأنه واحد من رجال الأعمال البارزين في لبنان. يعرف الرجل الحاصل على إجازة في العلوم الإدارية من الجامعة الأمريكية في بيروت بقلة ظهوره الإعلامي. دخل عالم السياسة اللبنانية عام 2001 نائبا سنيا عن مدينة طرابلس، وكان عضوا في تحالف 14 من آذار بعد اغتيال رفيق الحريري. تولى الصفدي عددا من المناصب الوزارية، بدأها عام 2005 وزيرا للأشغال العامة والنقل، ثم وزيرا للاقتصاد والتجارة بين عامي 2008 و2011، بعدها أصبح وزيرا للمال حتى عام 2014. ولمعرفة آخر التطورات تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جويس الحشخوري، وأيضا من طرابلس مراسلنا أحمد الهاشمي. نبدأ معك جويس، لو تنقلي لنا نبض الشارع اليوم بعد الحديث عن تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة. اعتراض بطبيعة الحال رويدة في الشارع، العشرات يتواجدون في هذه النقطة التي أقف فيها والتي على يميني منزل الصفدي، وفي المكان الذي أقف فيه هو المجمع السياحي والتجاري الذي أقامه الصفدي على أملاك بحرية عامة، والذي كان يعني هدفا أيضا للمتظاهرين في الأيام الأخيرة. غضب أيضا أو ربما رفض سياسي واضح جاء على لسان الوزراء الحكومات السابقين، أعني هنا نجيب ميقات
الديمقراطي تمام سلام وفؤاد السنيورة في بيان مشترك يؤكدون تمسكهم بأن يكون سعد الحريري رئيس الحكومة المقبلة. تضارب أيضا في المعلومات حول المشاورات البرلمانية الاستشارات النيابية الملزمة وحول رأي الحريري في الحكومة وحول مشاركة أو عدم مشاركة الحريري في هذه الحكومة. هناك من يقول أن الحريري سيشارك في الحكومة المقبلة برئاسة الصفدي وهو سماه، وهناك من يقول أن الحريري قال أنه سيكون خارج الحكومة لتكون حكومة من لون واحد أي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية. جبران باسيل كانت له تصريحات ناقضتها تصريحات بيت الوسط أي سعد الحريري اليوم، وحتى هذه الساعة ليس هناك من أمل أو من بوادر دعوة رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية ملزمة مطلع الأسبوع المقبل، حتى أن مصادر القصر الرئاسي قالت أن المشاورات تحتاج إلى مزيد من الاتصالات لبلورة المخرج المناسب. الاتفاق على شكل الحكومة قبل بدء المشاورات النيابية حتى المرشح محمد الصفدي قال أنها لا تجوز وأن الدستور ينص على إجراء الاستشارات بداية ومن ثم الحديث عن التأليف. نعم، دعينا ننتقل إلى طرابلس. كيف هو المشهد هناك وكيف قوبل أيضا اقتراح الصفدي لرئاسة الحكومة؟ نستطيع أن نقول بأن البداية كانت منذ منتصف ليل أمس بعد أن بدأ يعني مشروع التكليف يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على وسائل الإعلام بشكل غير رسمي. استمر هذا المشهد إلى اليوم مع التغريدات التي اعتبرها المتظاهرون هنا في الخيم ورائي في ساحة النور، اعتبروا هذه التغريدات مستفزة بما لها علاقة بأن يعني جبران باسيل مثلا من الأشخاص الموسومين بأنهم من رجالات الفساد في الدولة بحسب المتظاهرين. فعلى أي أساس يقوم بمدح رجل يعني المدينة تشهد له بكيفية التعامل الاستهزائي بما له علاقة بمركز الصفدي في المدينة، الرجل معروف أنه الرجل الثاني أو الثالث في الفساد بحسب طبعا المتظاهرين. هم يؤكدون على أن الرجل كان في يوم من الأيام وزير للأشغال في أكثر من حكومة، وهذا الأمر يؤكد على أنه كان لابد أن يرقى بمدينته بحسب يعني بحكم أنها يعني مسقط رأسه، كان لابد أن يرقى بها يعني بحسب وضع البنية التحتية وغير ذلك. حالة الحنق والغضب واضحة جدا لدى المتظاهرين هنا مع قلة وجودهم بحسب الأحوال الجوية لليوم، يعني حالة الطقس اليوم سيئة، ولكنهم مؤكدون على عدم رضاهم عن التكليف. ونعيد ونؤكد على فكرة أن الشمال وطرابلس تعتبر خزان سني كبير، ورضاها عن أي شخصية فعليا سوف يكون رضا عن هذه الحالة إذا فعليا تحولت إلى رئاسة الحكومة بشكل كامل. أحمد الهاشمي مراسل العربي من طرابلس، شكرا لك، وأشكر أيضا مراسلتنا في بيروت جويس الحاشخوري. وأيضا لتعليقي على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي يوسف دياب. أهلا وسهلا بك أستاذ دياب. يعني عنوان الحراك الرئيسي كان إسقاط الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، وبعد كل هذا الوقت والاستشارات نصل إلى اسم محمد الصفدي وهو وزير سابق يتهمه المتظاهرون بالفساد وبأنه جزء من هذه الطبقة الحاكمة. لماذا الصفدي بالتحديد ولماذا يرفضه المتظاهرون؟ أولا الصفدي لأن كل محاولات التي قام بها الثنائي الشيعي أمل وحزب الله ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لإقناع سعد الحريري بأن يشكل الحكومة الجديدة كلها باءت بالفشل، لأن هذا الفريق كان له مطلب مهم وهو مطلب أن تكون حكومة مختلطة من سياسيين وتكنوقراط يعني أخصائيين، فيما كان شرط الحريري الأساسي أن يشكل حكومة كلها من الاختصاصيين خالية من أي وزير سياسي وخصوصا من الوجوه الاستفزازية مثل الوزير جبران باسيل وعلي حسن خليل وزير المال ومحمد فنيش وزير حزب الله في الحكومة الوزير الدائم. من هنا يعني حصل التضارب وعدم الاتفاق بين الطرفين. طبعا يعني لا شك أن رئيس الجمهورية وحلفائه يعني حزب الله وحركة أمل جوجلوا كثير من الأسماء واستشاروا الكثير من الشخصيات السنية. أذكر مثلا استشاروا الرئيس تمام سلام، نهاد المشنوق، محافظ الألقاب، النائب مخزومي، فؤاد مخزومي وغيرهم، وكلها هذه الشخصيات رفضت أن تتلقف كرة النار أو تشكيل حكومة في هذه المرحلة لأنها تعرف أنها مرحلة صعبة ودقيقة وأي شخص
الآن أستاذ دياب، هناك أيضا جدل حول مشاركة الحريري في هذه الحكومة من عدمها، أيضا هناك سؤال عن مشاركة باقي الأحزاب إن كان القوات اللبنانية أو الحزب التقدمي الاشتراكي في هذه الحكومة. هل نحن أمام فعلا أمام سيناريو محتم، إعادة إنتاج الحكومة السابقة ولكن بوجوه جديدة؟ يعني بالتأكيد نحن أمام حكومة سياسية ومن أصحاب اختصاص، ولكن هذه المرة أعتقد إذا استمر الأمر على هذا المنوال ستكون حكومة اللون الواحد، يعني إعادة إنتاج حكومة الثامن من آذار. ومن الواضح أن القوات اللبنانية أعلنت منذ السابق أنها لن تكون في أي حكومة جديدة. الحزب الاشتراكي اليوم انتقد قبل قليل تسمية الصفدي وقال أن هذه التسمية حصلت من دون الاتفاق معه ومن دون التشاور معه، وبالتالي هو خارج هذه التسوية. معلومات بيت الوسط التي حصلنا عليها يعني قبل أن نأتي إلى هذه المقابلة كانت جزمت بأن الرئيس سعد الحريري وافق على مضض بأن تسمي هذه الأطراف السياسية محمد الصفدي، وشرط أن لا يمانع هو أو لا يضع فيتو على هذا الشخص، ولكن حسمت بأن تيار المستقبل لن يكون في حكومة مختلطة بين سياسيين وتكنوقراط، لأنها حكومة تشكل محرقة لأي فريق سياسي يدخل بها، وبالتالي يعني تيار المستقبل خارج هذا الاصطفاف بشكل كامل. ما يعني أنه بشكل أو بآخر أن التسوية السياسية التي أبرمها سعد الحريري مع رئيس الجمهورية هي سقطت بشكل كامل. ولكن هل يستطيع محمد الصفدي في ظل هذا الاصطفاف أن يشكل حكومة؟ هذا يعني هو السؤال. كل الترجيحات تقول أنها من الصعب أو ربما تكون من المستحيل أن يستطيع أن يشكل حكومة من هذا النوع، خصوصا وأنها ستكون حكومة حزب الله بامتياز. حكومة ستخضع بالتأكيد لعقوبات دولية وإقليمية، وبالتالي هي ستعجل يعني انهيار لبنان بشكل كبير سواء ماليا أو اقتصاديا وربما سياسيا. شكرا لك يوسف دياب الكاتب الصحفي، كنت معنا من بيروت. ننتقل الآن إلى العراق، حيث تتواصل الاحتجاجات التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي ضد الحكومة. سقط 3 قتلى وسط بغداد بعد أن أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وتجددت الاشتباكات عصر الجمعة في ساحة الخلان ببغداد، حيث بدأ جنود وشرطة مكافحة الشغب بإطلاق الأعيرة النارية والغاز المسيل الدموع على مئات المحتجين الذين أزالوا الحواجز الإسمنتية وتدفقوا على الساحة. وفي سياق متصل، جدد المرجع الشيعي الأعلى آيت الله علي السيستاني دعمه للمتظاهرين في خطبته الأسبوعية، وطلب السيستاني بقانون انتخابات جديد من شأنه أن يستعيد ثقة الجمهور في النظام ومنح الثقة أو الناخبين فرصة لإحضار وجوه جديدة إلى السلطة. الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية. ولمعرفة آخر التطورات ينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، كيف كانت جمعة الصمود اليوم، خصوصا في ظل ما جاء على لسان آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة دعما للمتظاهرين بأشد اللهجات هذه المرة؟
سياسة النفس الطويل التي تعتمدها الحكومة وكذلك تطويق المتظاهرين في ساحة التحرير يبدو أنها لم تعد مجدية اليوم، وفي ظهيرة الجمعة ركز المتظاهرون أسماعهم وأبصارهم على ما ورد في خطبة مرجعية النجف والتي كانت أقسى من سابقاتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية من عمر الاحتجاجات. ركز فيها الخطيب من الصحن صحن كربلاء على ضرورة أن تلتزم الأحزاب أو القابضين على ملف السلطة بالاستماع والاستجابة لمطالب المتظاهرين في إجراء انتخابات نزيهة تغير الوجوه التي تقبض بيديها على مقاليد الحكم في العراق، وبأن الوقت قد حان لتلبية هذه المطالب الشرعية على حد وصف الخطيب. هذه الخطبة كان لها وقع مؤثر في ساحة التحرير، حيث تجمع الآلاف من الشباب وتوجهوا من ساحة التحرير صوب ساحة الخلاني المجاورة. طبعا هذه الساحة باتت الهدف الأساسي والوحيد للمحتجين في ساحة التحرير بهدف تجاوز الجدران الإسمنتية التي نصبتها قوات الأمن التي لم تبعد عنهم سوى بضعة أمتار فقط. كنا شهود عيان على الحوادث التي جرت خلال أربع ساعات متواصلة قبل مغيب الشمس. الحشود الكبيرة كانت تهدف لتجاوز هذه الجدران الكونكريتية، لكن قوات الأمن عادت مرة أخرى لاستخدام العنف المفرط، تارة بالقنابل الصوتية والدخانية وأخيرا للقنابل المسيلة للدموع. وفي الحقيقة سمعنا أصوات إطلاق نارية لذخيرة حية في الهواء تم استخدامها في محاولة قوات الأمن لتفريق المتظاهرين. رصدنا أيضا سقوط العشرات من المتظاهرين مصابين وجرحى، وكذلك هنالك أعداد كبيرة من سقطوا بسبب حالات الاختناق. يبدو أن حماسة المتظاهرين تزداد مع ازدياد أعدادهم ومع مرور الوقت، وهو العامل الذي تعول عليه الحكومة. كاميرا العربي تجولت اليوم في ساحة التحرير وصولا إلى ساحة الخلاني، رصدت الحشود حماسة المتظاهرين، هتافاتهم، محاولاتهم لعبور هذه الحواجز، وتم إعداد هذا التقرير. لم تمر الجمعة الرابعة من عمر الاحتجاجات مرور الكرام، تجمع المحتجون في آلاف وتقاطروا من ساحة التحرير صوب ساحة الخلاني المجاورة وتسلقوا الحواجز الإسمنتية متحدين قائمة الممنوع وقرارات الحكومة. يواصل المتظاهرون محاولاتهم لعبور هذا الحاجز الذي يفصلهم عن ساحة الخلاني. قوات الأمن تقف بينهم وتمنعهم عن العبور، وهم يرددون هتافات تدعم زملائهم المحتجين الذين عبروا هذا الجدار. فجأة تحول المكان إلى ساحة حرب. بدأت قوات الأمن باستخدام قنابل مسيلة للدموع، رافقتها قنابل الدخان ثم القنابل الصوتية. كنا شهودا في المكان، فنالنا نصيب من الغاز والدخان. هذا مراسم القناة، كل الخبر واسمع الاعداد الحي، الاعداد الحي وفق كامرتك حتى المقدم عندكم معوض. وسط هذا الزحام فتح المحتجون مكانا لعربة التوك توك وسيارات الإسعاف لنقل عشرات الجرحى في مشهد رعب. خيم الغاز والدخان على المكان، رصدنا حالات اختناق لمتظاهرين تقاطروا أمام المسعفين، لكن هذه الحشود وثقت ساعات من مواجهات الجمعة الرابعة التي يبدو أنها باتت مشهدا لا يفارق الاحتجاجات. طارق ماهر، العربي، بغداد.
نبقى في بغداد وينضم إلينا من هناك الدكتور ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين. مرحبا بك معنا إلى العرب اليوم. في خطبة اليوم التي ألقاها نيابة عنها أحمد الصافي تحدث السيستاني بلهجة حادة، قال إن ما قبل هذه المظاهرات ليس كما بعدها، وتطرق إلى ما يشبه خريطة الطريق أو يعني محاور ربما لما يجب على الحكومة أن تقوم به. هل برأيك هي كذلك؟ هل هي خطة طريق تحدث عنها السيستاني اليوم؟ ما هي الرسائل التي وجهها إلى الجميع اليوم؟ شكرا جزيلا. يعني باعتقادي أنه خطبة اليوم كانت من أوضح الخطب التي يعني تأتي من المرجع الأعلى، واضحة جدا يأسى من الطبقة السياسية، واضحة جدا أنه حمل هذه الطبقة وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن المتظاهرين الذين سقطوا إذا كانوا شهيد أو جريح. أيضا يعني تحدث أنه هذه الطبقة السياسية لم تعطي هذه التظاهرات حقها، بل استمرت في مسألة المماطلة والتسويف ومحاولة يعني اللعب على الوقت لامتصاص زخم هذه التظاهرات. وكانت جملة بليغة بقول أنه ما قبل 1 أكتوبر يختلف عن ما بعدها، وبالفعل هذا واضح في ساحات التحرير، في طريقة التعاطي المواطن العراقي والمتظاهرين مع الوضع السياسي. أما إذا قضية خارطة الطريق، نعم يعني ممكن أنه نستشف منها خارطة الطريق باتجاه الحل، وعلى الأقل يعني مطالب المتظاهرين. أعتقد أن هذه الخارطة طرحت أكثر من مرة وأكثر من طرف وحتى من قبل المتظاهرين، أنه هذه الطبقة السياسية تستطيع من خلال قانون الانتخابات اللي دائما كان يفصل على مقاس هذه طيب، ولكن هذه الطبقة السياسية دكتور إعادة إنتاج هذه الطبقة السياسية ربما هي غير قادرة على الاستجابة لهذه المطالب، أو ربما لا تستطيع. هناك تراكمات من عام 2003 إلى يومنا هذا ربما تجعل الحكومة أمام تحديات كثيرة. في هذه الحالة ما هي الخطوة المقبلة برأيك من طرف المرجعية؟ هل يمكن أن نسمع مثلا عن فتوى مثل فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها السيستاني ضد عند حرب ضد تنظيم الدولة مثلا؟ كيف تتوقع أن يكون موقف السيستاني من تواصل هذه المظاهرات إذا تواصلت طبعا؟ يعني أعتقد أنه اليوم كان يعني وضوحها كارت شديد بالنسبة للطبقة السياسية، وأيضا يعني هناك واقع اليوم بالعراق أنه استمرار التظاهرات بهذا الحال مع عدم تلبيتها من قبل الطبقة السياسية ممكن أن تؤدي بالعراق إلى يعني مسالك خطرة في تصوري، صدامات ممكن أن تتصاعد بطريقة أو بأخرى. بالتالي يعني اعتقادي في الخطبة القادمة إن لم تذهب الطبقة السياسية لتنفيذ مطالب المتظاهرين أو الخارطة خارطة الطريق التي وضعتها خطبة اليوم، نعم ممكن أنه نشهد مثل هكذا خطبة يعني، وبالتالي تنزع عن الطبقة السياسية. إن لم تكن خطبة اليوم نزعت عن الطبقة السياسية كل غطاء كانت تتحجج به بمقولات أنه لديها دعم من قبل المرجعية، واضح اليوم الدعم إن كان موجودا قد رفع بشكل كامل، ومن ثم إن لم تستجب لا أعتقد أنه الجمعة القادمة ستكون خطبة أكثر وضوحا وأكثر نارية وأكثر شدة للطبقة السياسية، وبالتالي الدعم واضح بالنسبة للمتظاهرين. شكرا جزيلا لك الدكتور ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين. العربي اليوم مستمر والمتابع فيه بعد الفاصل. بعد اجتماع بين وزراء في حكومة الوفاق ومسؤولين أمريكيين، واشنطن تدعو قوات حفتر إلى الانسحاب من طرابلس. أهلا بكم من جديد. أصيب فلسطينيان بجروح أثر قصف طائرات حربية إسرائيلية مواقع تابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.
وما زال هدوء حذر يسود قطاع غزة وسط مخاوف من عودة التصعيد بعد سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتجدد قصف مواقع للفصائل الفلسطينية جنوب القطاع. وبدأ سريان التهدئة صباح الخميس بعد استشهاد 34 فلسطينيا وجرحي أكثر من 100 في التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع. التصعيد الإسرائيلي الأخير خلف أضرارا كبيرة إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي تعرض 500 وحدة سكنية لأضرار مختلفة وتدمير 8 منازل ليصبح نحو 1000 فلسطيني نازحون بلا منازل. صمت قرب الدمار الكبير قرب بيت كان حلما يوما ما وحينما تحقق أصبح أثرا بعد عين. 5 فتيات وأمهن أصبحن نازحات بلا مأوى. هذا 10 سنين هذا حطينا دم قلوبنا فيه. يعني كل ما نملك بعنا بيتنا القديم، بعنا أرضنا اللي ورثها عن أبوه عشان نبنيه، عشان نفرح بولادنا، عشان نسترهم في البيت. يعني جهزناه من جوا من دمنا. يعني بالشيكل وبالعشرة شيكل نخبيهم. اشتغلت بطالة عشان أعمل المطبخ، اشتغلت بطالة عشان أجيب فراش. وهلقيت زي ما أنت شايف. لا كله راح، كل تعب السنين راح وتعب عمرنا وشقينا الحمد لله راح. قالت إسرائيل عندما قصفت غزة إنها تضرب أهدافا عسكرية. يرد أبو محمد، هذه شجرتي التي انتظرت ثمرها يوما ما، وهذا فراشي برائحة البارود. أنا مزارع من الزراعة للبيت ومن البيت للزراعة، وبعدين هذا بيتي أنا طبقين، مكون من طبقين وبعيل 8 أفراد، ومليش علاقة في أي شيء غير الزراعة بس. وفي لحظة أنه انهار البيت وصرت مشرد بدون مأوى. ذاكرة على الأنقاض تستعيد ديما مع ابن عمه الأصم عدي ذكريات المنزل العصية على النسيان، حدود حديثهم عن كان دون اكتراث بما سيكون. كانت العائلة تستقبل زوارها في غرفة الضيوف كما يفعل كل البشر. ضيوفهم اليوم يستقبلون على ركام المنزل. داليا ودعاء الشقيقتان الأكبر في العائلة تتفقدان مفاتيح البيت. هنا حيث بقي المفتاح والأمل وذهب البيت. تضيف كلفة التصعيد الأخير حملا آخر على أعباء سكان القطاع المتراكمة منذ سنوات، فعشرات الوحدات السكنية دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية ودمرت معها أحلام السكان بالاستقرار والأمان. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. هذا وعلى مدى يومين فقط أدى قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى استشهاد 36 شخصا من بينهم 6 أطفال وامرأة. وقد تسبب قصف غزة في أحداث دمار في 15 مدرسة بحسب ما أفادت به وزارة التربية والتعليم. حقيبته وكتبه المدرسية هي بعض ما ترك إسماعيل لأمه المكلومة. هم بتنقلوا من الشنطة للشنطة. استشهد الطفل واثنان من أشقائه في غارة إسرائيلية وما عاد يقلب دفاتره مرة أخرى. يعني أنت شايف يعني هاي الليلة عيلة بكاملتها، يعني أمهات وأولادهم. هذا عدو الحمد لله علمنا الله. وكنت أقول لهم شو ندرس، أبويا كان يخلينا بالغصب أنا وياه نروح ندرس. هو شو يقول لي يلا بديش أدرس أنا معك، ويضربني وأقول له لا بدنا ندرس يلا أبويا قال، ويدرس وأقول له يلا أحفظ له، وبقول لي يلا أنت أحفظ. إسماعيل واحد من 6 طلاب استشهدوا خلال الغارات الإسرائيلية على القطاع على مدار يومين متتاليين. هنا أيضا أثار الدمار الذي حل بمدارس ومؤسسات تعليمية مختلفة لم تسلم هي الأخرى من القصف الإسرائيلي. في هذه الاعتداءات تعرضت وزارة التربية والتعليم إلى أضرار مختلفة في المؤسسة التعليمية. وصلت هذه الأضرار إلى 15 مدرسة تعرضت إلى إصابات مختلفة. تعطلت الدراسة على مدار 3 أيام ومنع التصعيد الإسرائيلي 10,000 من التلاميذ من الوصول إلى مدارسهم.
لا تأبه إسرائيل لكل الانتقادات الدولية بشأن انتهاكاتها حقوق المدنيين أو المؤسسات التعليمية أو الصحية أو غيرها، فلا حدود ولا خطوط حمراء بالنسبة لها، والكل في دائرة الاستهداف. صالح ناطور، العربي، قطاع غزة. ينضم إلينا من غزة الكاتب الصحفي وسام عفيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ عفيفي. يعني لا نفهم اتفاق وقف إطلاق النار هذا، إسرائيل ما زالت حتى الآن تستهدف مواقع للمقاومة وأيضا تتحدث عن إطلاق صواريخ من غزة، هل ما زالت حلقة التصعيد مستمرة وهناك من يستفيد من استمرارها؟ نعم، لا شك أنه كما وصفتم هذه التهدئة حتى اللحظة هي التهدئة هشة، باعتبار أنها جاءت بعد يومين كانا يومين داميين بالنسبة للشعب الفلسطيني. حتى اللحظة غزة تلملم جراحها، تشيع شهدائها، مستوى عدد الإصابات لا زالوا موجودين، عدد كبير من الإصابات موجودين في المستشفيات، وبالتالي هناك مستوى من الغضب في الشارع يتنامى وتراكم نتيجة هذا التصعيد، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فيما يبدو أن الآلة العسكرية الإسرائيلية لا زالت ترى بأنها يجب بين القوسين أن تحافظ على ما حققته من إنجاز كما ترى خلال اليومين، وبالتالي تحاول أن تحافظ على مستوى من الردع، بالإضافة إلى معطيات سياسية في الحلبة الإسرائيلية لا تخفى ناتجة عن حالة المزايدات السياسية والبزار المعروض الآن في إطار محاولات تشكيل حكومة أو الذهاب إلى انتخابات ثالثة. هذا المشهد كله سواء الصعيد الداخلي الفلسطيني أو الإسرائيلي واضح أنه ينعكس على مجريات التهدئة. أيضا في الصحافة الإسرائيلية أستاذ عفيفي، هناك تركيز كبير ولافت في الأيام الأخيرة على عدم مشاركة حماس أو عدم انخراط حماس أو عدم رغبة حماس بجولة التصعيد هذا. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ وهل فعلا حماس لم ترغب بهذه الجولة لأنها تريد إنهاء الانقسام والمشاركة في الانتخابات العامة المتوقفة منذ عام 2006؟ يعني منذ البداية، منذ اللحظة الأولى لاغتيال القائد بهاء أبو العطا، إسرائيل كما أطلقت صواريخها في اتجاه قطاع غزة أيضا تطلق أيضا إشاعاتها ومحاولاتها ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتحديدا إطار المقاومة اللي بيجتمع في إطار فصائلي في المستوى السياسي وأيضا الإطار العسكري الممثلا بغرفة العمليات المشتركة. واضح أن هذه المسألة نتيجة الخصوصية التي تميزت بها هذه الجولة، يحاول الاحتلال استغلال يعني تصدي حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس بشكل أساس ورئيسي إلى جانب فصائل المقاومة الأخرى، محاولة إظهارها وكأنها وحدها في الميدان، مع العلم أن دائما غرفة العمليات المشتركة هي العنوان الأساس والرئيس، وكثير من المعطيات الميدانية تحكم سلوك هذه الفصائل والأجنحة. بالمجمل يجب أن ننظر للموضوع بخصوصية، هذه أول مرة يتعرض منذ 2014 لعملية اغتيال لقيادات رفيعة المستوى، وتستهدف هنا قيادات حركة الجهاد الإسلامي، ومن الطبيعي أن تكون الحركة متصدرة للمشهد باعتبار أن استهدافها كان خطير، وعودة ظاهرة الاغتيالات أو نهج الاغتيالات السياسية بالتأكيد يشكل خطر على كل الحالة الفلسطينية وقيادة المقاومة على وجه التحديد. وسام عفيفي الكاتب الصحفي من غزة، شكرا جزيلا لك. كلف الرئيس التونسي قيس سعيد كاتب الدولة السابق بوزارة الفلاحة لحبيب الجملي بتشكيل الحكومة المقبلة. تكليف الجملي الذي يقدم نفسه كمستقل يأتي بعد ترشيحه من جانب حركة النهضة التي حازت على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي. ولا يعرف عن نشاط الجملي السياسي سوى أنه شغل منصب كتابة الدولة للفلاحة في حكومة ترأستها حركة النهضة عام 2012. ويمنح الدستور التونسي الجملي شهرا لإجراء مفاوضات مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومته قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة. للمزيد تنضم إلينا من تونس مراسلتنا أميرة مهذب. مرحبا بك أميرة. هل من تفاصيل عن شخصية الجملي؟ تبدو أنها شخصية غير معروفة في تونس، وهل يوجد توافق حوله فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة؟ نعم،
نعم جمال، أهلا بك. وكما تفضلت بالذكر، يعني شخصية الحبيب الجملي ربما هي أتت بعد مفاوضات عسيرة في مجلس الشورى. حركة أناض كان من بين الأسماء الثلاثة الأخيرة بعد يومين ربما كانت فيهم المفاوضات مفاوضات ماراثونية. الشخص يعني هو خبير زراعي وفي الفلاحة، خبير في الفلاحة أيضا، شغل منصب كاتب دولة لوزير الفلاحة في 2011 إلى 2014 في فترة الحكومة حكومتي محمد أجبالي وعلي العريض. يعني ليس ناشطا سياسيا ولا حتى معروف كثيرا إعلاميا، إلا أن حركة النهضة تمسكت بهذا الاسم في الأخير ورشحه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وتوجه به إلى منذ ساعات تقريبا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، حتى كلفه قيس سعيد منذ نحو ساعة أو أقل من ذلك بتشكيل الحكومة التونسية وفق الفصل 89 من الدستور التونسي. هناك تقريبا يعني إكراهات عديدة ستواجه رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة. السؤال الذي يطرح الآن حول تركيبة هذه الحكومة، هل ستكون يعني حكومة محاصصة حزبية كما تنادي بعض الأصوات وبعض الأحزاب التي لها كتلا برلمانية ربما ثقيلة، أم ستكون يعني حكومة كفاءات تستوجب ربما للظروف وظروف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد الآن؟ أبرز الإكراهات التي ستواجه الحبيب الجملي أنه كيف سيتم مجاراة هذه الأمور، وخاصة إذابة الجليد بين بعض الأحزاب، خاصة أن الأحزاب المحسوبة على الثورة التونسية هي ترفض في آخر تصريحات مشاركة يعني أو الدخول في حكومة تكون فيها بعض الأحزاب الأخرى التي تتهم بشبهات فساد كحزب قلب تونس. هناك إكراهات عديدة سواء كان على تركيبة الحكومة أو التوافق في تركيبتها أو على مستوى البرنامج. نعم، شكرا لك يا أميرة مهذب مراسلة العربي من تونس. طالب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إنهاء هجومها على العاصمة طرابلس. تأتي هذه الدعوة بعد حوار أمني عقد في واشنطن بين وفد ممثل عن حكومة الوفاق الوطني الليبية وممثلين عن الإدارة الأمريكية. ودعا البيان إلى وقف الأعمال العسكرية في محيط طرابلس ودعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، وموجها التهم لموسكو باستغلال الصراع الدائر في البلاد لصالحها. بدورها عبرت حكومة الوفاق بحسب ذات البيان عن مخاوفها من استمرار تدهور الوضع الأمني وتهديد حياة المدنيين مع تواصل الاشتباكات في محيط العاصمة. للمزيد ينضم إلينا من طرابلس محمد القبلاوي المتحدث باسم الخارجية لدى حكومة الوفاق الليبية. مرحبا بك معنا. ماذا برأيك يحمل هذا البيان الأمريكي؟ يعني هو يدعو حفتر إلى وقف هجومي على طرابلس، ولكن هل يحمل جديدا غير ذلك؟ هذا الموقف الأمريكي يعني ليس بجديد. نعم، في الحقيقة يحمل جديد، وهو التصريح الواضح للبيان الذي ذكر فيه التدخل الروسي بشكل واضح وعلني، كما أنه حمل تفهما للحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية لمخاوف حكومة الوفاق الوطني من أن وقف إطلاق النار بذات الكيفية الموجودة عليها حاليا هو نوع إن صح التعبير من العبث، لأن القوات خليفة حفتر موجودة في جنوب طرابلس، وبالتالي فإن الخطة الأمنية التي عرضت من قبل حكومة الوفاق تتضمن وتدعو صراحة إلى خروج هذه القوات و العودة من حيث أو الأماكن التي انطلقت منها قبل 4 أبريل، وهو ما طالب به وزير الداخلية فتحي بشاغة الإدارة الأمريكية والممثلين عن. نعم، ولكن سيد القبلاوي، الإدارة الأمريكية قادرة على فعل الكثير فيما يتعلق بالأزمة. نعم، الليبية هي قادرة على الضغط مثلا على بعض حلفائها أو غير حلفائها من الفاعلين في الأزمة الليبية، لماذا هي لا تفعل ذلك؟ لماذا تقتصر فقط على التنديد أو دعوة حفتر بالانسحاب لا أكثر؟ حقيقة حكومة الوفاق كانت واضحة مع الإدارة الأمريكية التي يتوجب عليها أن تعي تماما أن التدخل الروسي جاء تباعا لتدخل دول أخرى، ولولا هذه التدخلات السابقة لما
وصلنا إلى التدخل الروسي وهو التدخل الإماراتي والمصري والفرنسي والأردني والسوداني كما ذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة الأخير المسرب والذي تناقلته وسائل إعلام كثيرة. وبالتالي فإن النظر لأولوية التدخل سواء الإماراتي أو المصري أو الفرنسي هو أولوية قصوى للضغط في هذا الاتجاه ولمنع ووقف هذا التدخل. وبالتالي طيب التدخل مصري الروسي إماراتي فرنسي سيقف لأنه كان تحصيل حاصل بعد أن انهزمت قوات حفتر في الضربة الأولى التي وجهتها لها قوات حكومة الوفاق وبالتالي استنجد بشركة فاغنر الروسية. طيب تدخلات روسية إماراتية فرنسية وأمريكية ربما أيضا، أين موقع الأمم المتحدة في كل هذا؟ من المنتظر أن يتم عقد مؤتمر برلين قريبا، لم يتم الإعلام بعد عن موعده، ولكن هل برأيك لا تزال أو بحسب تعاملكم أنتم هناك مع الأمم المتحدة هل هي لا تزال قادرة على فعل شيء لوضع حد لهذه الأزمة في ليبيا؟ حقيقة منذ فترة حكومة الوفاق تعي تماما أن دور الأمم المتحدة والبعثة الأممية هو دور يقتصر فقط على التنسيق والتواصل مع الأطراف وليس موقف ضاغط على هذه الدول. مؤتمر برلين الذي من المتوقع أن يكون في الشهر القادم تسعى ألمانيا إلى وضع حدود وضع خارطة الطريق واضحة وصريحة وأن تأخذ كل الالتزامات من هذه الدول الفاعلة في الملف الليبي. ولكن بالنسبة لدور الأمم المتحدة فسيكون دور تنسيقي لا أكثر ولا أقل، خاصة أنها لا تملك الأدوات الحقيقية للضغط على هذه الدول وهو ما لمسته حكومة الوفاق الوطني في كل الموضوعات التي حدثت وفي كل مجريات هذه الحرب وهذا العدوان على العاصمة طرابلس. وبالتالي فإن الآن سواء كان ألمانيا أو كذلك ما يهمنا تحديدا هو الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هناك خطوات فعلية وعملية على الأرض وبالتالي نصل إلى وقف إطلاق النار حقيقي وإبعاد هذه القوات من العاصمة طرابلس. نعم محمد القبلاوي المتحدث باسم الخارجية لدى حكومة الوفاق الليبية، شكرا جزيلا لك. العرب اليوم مستمر ونتابع فيه بعد الفاصل. السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا تدلي بشهادتها أمام الكونغرس في ملف التحقيق مع ترامب. أهلا بكم من جديد، ونذهب إلى سوريا حيث قتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في قصف جوي روسي لقرية البارة جنوب إدلب. كما أدى القصف إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح وأحدث دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات. يحمل جثة طفلة من أقربائه قتلتها الطائرة الروسية، مشهد تعجز الكلمات عن وصفه بل يقف الكلام صامتا في حضرته. والداها مصابان وأشقاؤها قتلوا ولا يزالون تحت الأنقاض. عائلة حاج حميدي التي تقطن على أطراف بلدة البارة بجبل الزاوية كانت هدف الطائرة الروسية التي انطلقت من قاعدة حميميم لتستهدف من تصفهم روسيا بالإرهابيين. تعرضت البارة صباحا لثلاث غارات من طائرات الاحتلال الروسي أدت إلى تدمر المنزل الذي نراه خلفنا. طبعا المكان المستهدف هو مكان مدني بحت تسكنه عائلات، لا يوجد حوله لا مقرات لا أي حتى يعني لا يوجد أي شخص ينتمي لأي فصيل ساكن بالقرب من هذا المنزل. 3 أطفال أشقاء ورجلان هم ضحايا القصف. بعد الغارات الروسية استهدفت قوات النظام المنطقة بصواريخ عنقودية بعيدة المدى لمنع فرق الإسعاف من إنقاذ الجرحى. في قرية مرج الظهر بريف جسر الشغور الغربي قتلت سيدة جراء القصف، كما تعرضت مناطق أخرى للقصف المدفعي والصاروخي في سياسة قتل مستمرة يتبعها نظام الأسد بدعم من الحليف الروسي. منازل بالأمس كانت تضج بالحياة
باتت اليوم حجارة وركاما. أحلام وحكايات وبقايا حياة هي ما تبقى من آثار هذه العائلة التي سكنت هذا المنزل، عائلة بات أفرادها بين قتيل وجريح. خالد إدلبي، العربي، ريف إدلب الجنوبي. نبقى في سوريا، حيث تدخل معركة شرق الفرات شهرها الثاني مع وصول الجيشين الوطني والتركي إلى تخوم بلدة تل تمر الاستراتيجية. وتأتي هذه التطورات بالرغم من التدخل العسكري لقوات نظام الأسد لصالح جانب المسلحين الأكراد لصد الهجوم الذي تشنه تركيا مع الجيش الوطني شرقي الفرات. مع دخول العمليات العسكرية شرق الفرات شهرها الثاني، تواصل القوات البرية للجيش الوطني والتركي تقدمها من المحور الشمالي والغربي لمدينة تل تمر شمال الحسكة ببطء وحذر شديدين. لا تزال المعارك مستمرة في شرق الفرات بين المسلحين الأكراد وبين فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا من جهة أخرى. طبعا هذه المناطق هي مناطق محيطة في ناحية تل تمر في ريف الحسكة. الآن هناك تبادل لإطلاق النار وتبادل لقذائف الهاون وقذائف المدفعية في محيط هذه المنطقة. تزداد المعركة ضد مسلحي الوحدات الكردية الذين رفضوا الخروج من المناطق المتفق عليها شراسة، مع كل تقدم تحرزه قوات شرق الفرات باتجاه المدن الكبيرة كبلدة تل تمر، فمن يحكم السيطرة عليها يستطيع التحكم بطرق مهمة ويحرم خصومه من الاستفادة منها مستقبلا. لذلك باتت كل الأطراف تريدها وبأي ثمن. تفصلنا يعني بضعة كيلومترات عن مدينة تل تمر. نحن إن شاء الله مستمرين بالعمل إلى تحرير باقي الأراضي السورية كاملة من رجس النظام والانفصاليين. معنويات عالية والحمد لله، وشهداء بدنا نقدم لحتى ندفع ثمن تطهير الأراضي السورية. مقاتلو الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية إلى جانب الجيش التركي يدركون تماما بأن خصومهم تحالفوا مع بعضهم البعض ضد مشروع أنقرة بإقامة المنطقة الآمنة، وهذا ما يفسر التحرك العسكري لقوات شرق الفرات للوصول إلى العمق المحدد حتى لو اصطدمت بقوات الأسد المدعومة من موسكو، والتي تتهمها أنقرة بعدم التزامها بإخراج الفصائل الكردية المسلحة من المناطق المتفق عليها. هذه تل تمر تبعد عنا كيلومترات فقط، باسمي وباسم على شائرنا وباسم فصائلنا وباسم كل من طلع في سبيل الله وفي سبيل هذه الثورة. إن شاء الله سنعطي هذه الأرض دماءنا حتى ترتوي، حتى يعم الأمن والسلام في هذه المنطقة. الضبابية في الاتفاقات والتفاهمات الدولية لم تنعكس على المشهد العسكري بشكل كلي، فهنا معارك متواصلة بين أطراف عديدة تريد الحسم العسكري، بينما هنالك مناطق أخرى لا تزال معلقة لا يعرف بعد إن كان مصيرها سيحسم سياسيا أم عسكري. أحطاب مصطفى، العربي، ريف الحسكة الشمالي. في ثاني جلسات المساءلة العالمية أدلت السفيرة الأمريكية السابقة بأوكرانيا بشهادتها أمام الكونغرس الذي باشر الإجراءات الرامية إلى محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برلمانيا وعزله. وقالت السفيرة السابقة في شهادتها إنه تم استخدام وسائل غير رسمية لإزاحتها من منصبها كسفيرة لواشنطن في كييف. كما هاجم الرئيس الأمريكي في تغريدة له على تويتر المسؤولة السابقة منتقدا أداءها في المهام التي تولتها. وبالتزامن مع هذه الجلسات العلنية، كشف البيت الأبيض عن ملخص المكالمة الأولى التي دارت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني في أبريل نيسان الماضي، وقد خلت من أي ذكر لقضايا الفساد، وذلك في سياق جهود دفع التهم الموجهة لترامب بإساءة استخدام سلطته الرئاسية عنه. وتنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدية. ريما، ما أهم النقاط التي جاءت في الجلسة العلنية اليوم؟ وهل كشف المكالمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني تعتبر نقطة الآن في صالح ترامب؟ يعني على الأقل هذا ما حاول البيت الأبيض أن يسجل لصالحه، والدليل على ذلك أن هذه الرسالة
كشف عنها نشرها البيت الأبيض بالتزامن مع بداية الجلسة العلنية الثانية في مجلس النواب الأمريكي في إطار تحقيقات عزل ترامب، بل إن العضو الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات وخلال كلمة الافتتاح التي ألقاها في هذه الجلسة قرأ نص المكالمة الأولى بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني للدلالة على أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس الأمريكي في المكالمة الأولى طلب أي شيء من الرئيس الأوكراني، بل إنه كان منفتحا على دعوة الرئيس الأوكراني وربما إرسال وفد إلى أوكرانيا من دون أي مقابل ومن دون وضع أي شروط. الرئيس الأمريكي أو البيت الأبيض كان يحاول تسجيل نقاط لصالحه في بداية هذه الجلسة التي يشاهدها الملايين أو تحصل على اهتمام الملايين من الشارع الأمريكي، ولكن خلال هذه الجلسة كان هناك الكثير من النقاط المثيرة والحساسة التي أتت عليها وذكرتها السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وعندما قالت إنها شعرت بالتهديد مما جاء في المكالمة نص المكالمة الثانية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، وهو ما ركز عليه الديمقراطيون كثيرا خلال المساءلة خلال هذه الجلسة. أيضا شيء مهم خلال هذه الجلسة أن الرئيس الأمريكي على ما يبدو كان يتابع هذه الجلسة، والدليل على ذلك أنه شن هجوم لاذع على السفيرة السابقة، بل إنه انتقد عملها السابق كسفيرة للولايات المتحدة، أشار إلى الصومال على سبيل المثال كأحد الأمثلة على المناطق التي عملت بها السفيرة السابقة ولم يكن بها نجاح كما فسر كثيرون هذه التغريدة للرئيس الأمريكي. ولكن مع ذلك الجمهوريون حتى هذه اللحظة كما نرى في سياق هذه الجلسة والجلسات السابقة ما زالوا يدعمون الرئيس الأمريكي، يدعمون روايته للأحداث التي جرت وللمكالمة الهاتفية وتبريره لما جاء في المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني. الديمقراطيون في المقابل يصرون على المحاكمة وعلى أن ما جاء في هذه المكالمة غير قانوني ويستدعي عزل الرئيس الأمريكي. مراسلتنا في واشنطن ريما أبو حمدية، شكرا لك على هذه الإحاطة. في المغرب يطالب التجار والحرفيون بالجهة الشرقية السلطات المغربية والجزائرية بإيجاد حل سريع يقضي بإعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994 والذي أو ما تسبب في ركود تجاري واقتصادي كبير أجبرهم على إغلاق عدد من محلاتهم التجارية. وتعمل السلطات المغربية على تنظيم معارض تجارية كبرى في المنطقة الشرقية بغية خلق رواج تجاري قد يساهم في تعافي اقتصاد المنطقة. ركود اقتصادي وتجاري مستمر منذ إغلاق الحدود البرية المغربية الجزائرية مما دفع كثيرا من التجار لإغلاق محلاتهم. منى رئيسة جمعية تعاونية لإنتاج مستلزمات منزلية تواجه مشاكل كبيرة لتسويق منتوجاتها بسبب إغلاق الحدود. إغلاق الحدود أثر علينا بشكل كبير من ناحية تسويق المنتوجات ديالنا، والحمد لله يعني فتحت لنا الفرصة باش نشاركوا في هذا المعرض الوطني، دابا قدرنا نسوقوا المنتوجات ديالنا. بهذا المعرض الحكومي وجدت منى ظلتها إلى جانب أزيد من 700 جمعية تعاونية أخرى معرض وطني يخلق رواجا تجاريا يساهم بحسب كثيرين في تحريك مياه الاقتصاد الراكدة. بالضبط بالجهة الشرقية، فقد كان لهذا التحضير لهذا المعرض الاقتصادي الاجتماعي والتضامني أثر أو انعكاس إيجابي على المستوى الاقتصادي والسوسيو اقتصادي أيضا للجهة ككل. منذ إغلاق الحدود المغربية الجزائرية يبقى التسويق من أكبر المشاكل التي يعاني منها التجار، وضع تحاول الحكومة تجاوزه من خلال هذه الورشات التكوينية. حال التسويق فيه شقين، هناك تسويق المنتوجات اللي هو عنده مواصفات وعنده بعض المعايير الأساسية، وهناك تقنيات تسويق الذات، تسويق الذات اللي باعتبار ان الذات كما شرحناها وجا في الدورة التكوينية التي أثرتها، وان أهمية الذات في تطوير العمل، تطوير الإنتاجية. في انتظار الاستجابة للمطالب الشعبية بإعادة فتح الحدود وتعافي اقتصاد المنطقتين المغربية والجزائرية،
يمني التجار النفس ببلورة مخططات حكومية جديدة قد تساعد على التخفيف من محنتهم. وتبقى آمال تجار المنطقة الشرقية للمغرب معقودة على مسؤولي البلدين الجارين للتأجيل بإعادة فتح الحدود المغلقة حتى يسترجع اقتصاد المنطقة عافيتها. كريم الخرقوري، العربي، وجدة، شرقي المغرب. حمير تستمع إلى الموسيقى وتحظى بضمان صحي ورعاية بعد سن التقاعد، هذا هو حال الحمير في مدينة مردين التركية. في هذه المدينة توظف بلدية أرتوغلو 40 حمارا في كوادرها للعمل على جمع القمامة من أزقة المدينة وشوارعها الضيقة حيث تعجز السيارات والمركبات عن دخولها. المزيد في هذا التقرير. تصدح الموسيقى في أرجاء هذه الحظيرة. هنا يقيم 40 حمارا مسجلون بشكل رسمي في قوائم موظفي بلدية ماردين. تحظى الحمير برعاية صحية ونفسية، فالموسيقى تساعدهم على الاسترخاء في فترات الراحة. الموسيقى الكلاسيكية هامة جدا للحمير للتخلص من التعب والإرهاق. الأزقة والشوارع الضيقة التي تشتهر بها المدينة دفع ببلديتها الاعتماد على الحمير في جمع القمامة وإيصال الأحمال الثقيلة إلى المنازل. لكل حمار اسم يحمله. هذا باجو يستعد للذهاب إلى العمل بعد أن انتهى من تناول وجبة الفطور. شوارع ماردين ضيقة جدا، لذلك نعتمد على هذه الحمير في نقل الأحمال، والحمير تصل إلى أماكن تعجز عن دخولها السيارات والعربات. نعتني بها مثل اعتنائنا بأولادنا، فهي مصدر رزقنا هنا. الشروط تبدو جيدة. 8 ساعات فقط يقضيها الحمير في العمل، يتخللها ساعتان من الراحة ويومان كعطلة أسبوعية. يتمتعون بضمان صحي في حال تعرضهم لأي حوادث أثناء تأديتهم الوظيفة. بعد انتهاء سنوات خدمة هذه الحمير يتم إحالتهم إلى التقاعد، يصاحب ذلك مراسم وطقوس احتفالية عرفانا بالجميل الذي قدموه لهذه المدينة. هذا اليوم ليس كسائر الأيام بالنسبة لكبير الحمير تشيكو. 8 سنوات قضاها في الخدمة وقد حان وقت الراحة والتقاعد. تقام حفلة على شرف هذه المناسبة ويقدم للحمير المتقاعدة ألذ الأطعمة وأطيبها إليهم. حقوق الحمير هنا مصانة بعد سن التقاعد، فلا خوف من العازة والفقر في مرحلة الشيخوخة. تقوم البلدية بنقلهم إلى مراكز إيواء خاصة بهم أو إلى حدائق للحيوانات، حيث يتمتعون بفترة نقاهة تشمل الرعاية والطعام والشراب مدى الحياة. عدنان جانا، التلفزيون العربي، من مدينة ماردين، جنوب شرقي تركيا. نختم العربي اليوم كالعادة بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم من العراق حيث أقام المتظاهرون مطعما ميدانيا لتزويد المتظاهرين بالطعام. آلية عملنا هو أنه نقعد من 5 الصبح لحد 7، هاي الثورة نبدي آلية المطبخ. طبعا طلبة بنات وأساتذة وطلاب، ما حد مقصر. نوزع من الساعة تقريبا هسه عشان هسه بلشنا الساعة 9 لحد الساعة 2، وكل هذا من أجل العراق، حتى نوقف وقفة واحدة، وقفة مشرفة من أجل وطننا وإسناد الإصلاح ضد الفساد. شخصية احنا من جيوبنا الخاصة، اللي موظف يجيب من راتبه، اللي يجيب قوته ويجي، ونبقى نخدم حتى لو بعد 10 سنين لحد ما يصير عندنا اصلاح.
العربي اليوم انتهى، وننتقل الآن إلى برنامج للخبر بقية مع فرح البرقاوي. إليك فرح. شكرا رويدة وجمال.